خليني بداية أسأل حضرتك السؤال اللي يمكن بنسأله البعض كلنا. ثورة 30 يونيو ونزول الملايين من المواطنين إلى الشارع المصري رفضا لنظام حكم الإخوان، ده بيعني إيه يا فندم في تاريخ الدولة المصرية؟ والله عشان وقت البرنامج يعني، وبرضو عشان الوقت متأخر، احنا هنختار نقطتين أساسيتين اللي هنتكلم فيهم. اتفضل. وهما النقطتين دول اللي هيدوا للسادة المشاهدين انطباع عن وضع الدولة، وهنختار مش واقع افتراضي، احنا هنختار واقع أعلنه الدكتور مرسي فعلا وقرر انه يدخل بالدولة في هذا الصراع. صراع قانوني اجتماعي وصراع سياسي. هنشوف كان يبقى وضعنا ايه لو دخلنا الدولة دي، كانت هتبقى ازاي لو مفيش 30/6. وانا هقول في وقت قبل 30/6 بسنة، يعني في 26/6 اصدر الرئيس مرسي، وانا زي ما قلت لحضرتك مش هتكلم بآرائي ولا حاجة، انا هتكلم بقرارات وقائع، قراراته هو نفسه اللي قالها مش حد تاني. 26/6 القى في الاستاد امام الالاف انه هيجاهد في سوريا، انه هيجاهد في سوريا، في سوريا نعم، وانه هيقاتل، وانه لابد من القتال في سوريا. وانا ما اعرفش اشمعنى سوريا بالذات اللي اختارها في هذا التوقيت، انما هو بذلك كان مش عامل اكيد دراسه حقيقيه اللي هيطلعهم في سوريا دول هيقاتلوا فين، ويقاتلوا في اي فريق. سوريا فيها 12 فريق بيتقاتلوا، كان هيضمهم لاي فريق، جبهه النصره ولا انقاذ الشام ولا داعش ولا الظواهري. ومع ذلك هو اصدر القرار، وبسرعه صدر قرار، عملوا معسكرات تدريب في مرسى مطروح، واول دفعه خرجت من مرسى مطروح 380 مقاتل. كانوا منين يا فندم؟ مصر. لا لا، من 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 فكر ايه؟ اخوان جم من داعش؟ هو المعسكر اتفتح وصفر المصريين. مين المصريين دول؟ اغلبهم من المفرج عنهم من السجون في قضايا او في قرارات العفو القاسي. انما ال 380 دول اغلبهم كانوا من ممن صدر لهم عفو القاسي. كانوا بالظبط 350 فرد. ايوه 350. كم منهم قاتل فرج فوده، وكان منهم يعني اشخاص كتير هقولهم ماتوا. اللي طلعوا دول ماتوا، اتقتلوا فين؟ في سوريا. ازاي اتقتلوا؟ ما هم ما طلعوش يجاهدوا في سوريا، ده هم طلعوا انضموا لتنظيم القاعده ثم انشقوا على داعش فصفتهم داعش. طريقه التصفيه اغلب ال 350 اتقتلوا. طبعا الناس لازم تسال، قول لنا اسماء. انا مش بس هقول لكم اسماء، ده انا هقول لكم طريقه قتل المصريين اللي هي اول دفعه سافرت كانت ازاي. ال 350 اغلبهم، اغلبهم وقيادتهم كلهم. يعني انا هقول لحضرتك شويه اسماء. اتفضل. عشان الوقت يعني. اتفضل. انما الطريقه اللي اتقتلوا بيها طريقه معناها ان روح لمصر رخيص. اولا انه ما طلعش جاد بشار زي ما انت قلت، لا ده طلع اتوزع على تنظيم القاعده، والقاعده بتقاتل داعش هناك، وداعش بتقاتل القاعده، وداعش بتكفر اي حد هناك ما اداش البيعه لاميرها، واميرها يمكن تسمعي حضرتك قرار بان هو اتقتل خلال 24 ساعه او 48 ساعه من دلوقتي. ليه؟ لان الحرب مش شغاله بين بشار وبين القوى اللي هناك اللي بتسمي نفسها إسلامية. وانت لما خدت القرار ده يا سيدي دخلت محتك بسبع دول، دخلت تتخانق مع سبع دول، روسيا، أمريكا، لا والكويت وتونس والسعودية وتركيا، كل دول بيتقاتلوا في سوريا، كل دول لهم مصالح. والطريقة اللي تم الاغتيال بيها الناس اللي هقول لحضرتك اسمائهم عشان اخواننا يمكن اللي بيسمعونا دلوقتي يعيدوا حساباتهم تاني، الطريقه كانت حديثه جدا. داعش بتقتل بالشريحه، يعني شريحه تتحط على باب بيت رفاعي طه مثلا، طياره بدون طيار تيجي تضربها، بنفس الطريقه اللي مات بيها الاف من
المناضلين قبل يعني كده. يعني بتعلم البنازل بتعلم البيوت. بتحط شريحة على باب البيت أو في العربية أو في الموتوسيكل. الشريحة دي إلكترونية؟ إلكترونية. الطيارة بدون طيار بتضربها تلقائي. أوتوماتيكلي. أوتوماتيك. وإحنا عشان ما يبقاش بنقول كلام مرسل. يعني مرسل كده وحواديت، لا. أنت تفهم 30/6 عملت لك إيه من خلال الواقع ده؟ اتفضل. من خلال الواقع. ادينا اسماء كده يا استاذ مختار لو سمحت. اسماء. اسمحي لي اقرا من غير النظاره. اتفضل. رفاعي طه. ده قتل وده من الجماعه الاسلاميه وخرج في العفو بتاع مرسي. كان متهم في حادثه اديس ابابا. اللي هي اغتيال الرئيس مبارك. محاوله اغتيال رئيس مبارك. واخوه اتعدم. اخوه ارهابي برضو؟ لا، ما هو كل اللي هقولهم لحضرتك دول اصلا خارجين من العفو يعني. يعني مثلا احمد سلامه مبروك اسمه ابو الفرج المصري، ده كان الرجل الثاني بجبهه النصر واتقتل. كان محبوس، كان في السجن. مرسي اداله عفو. وبعدين اعلن قرار الجهاد، راح مرسى مطروح في التدريب بتاعه. ايوه، مرسى مطروح كان اسم المعسكر التدريب محمد حجازي، نسبه الى محمد حجازي اللي هو يعني أميرهم. طلع من معسكر محمد حجازي في مطروح على سوريا عشان يجاهز. بالظبط. أول دفعة كانت 350. هنقول لحضرتك 20 اسم مثلا من اللي اتقتلوا. اتفضل. رفاعي طه ده قتل وده كان طبعا متهم في حادثة أديس أبابا بتاعت اختنبرج. أحمد سلامة مبروك اللي هو اسمه الحركي أبو الفرج المصري قتل، ده في الأيام الأولى على طول. ده أول ما طلعوا سوريا. أول ما طلعوا، لأن هم اللي حصل إيه؟ اللي طلع دخل عند داعش أراد إنه يغير، لما اكتشف داعش طريقة تفكيرها وسرقة السيدات وتطليقهم غيابيا من أزواجهم بقرار الأمير والتعذيب بالكهرباء وحاجات زي كده، حب يغير يروح مكان تاني. فمجرد بس إن هو قال بدل داعش يبقى جبهة القاعدة. القاعدة. فلما داعش عرفت راحت قتلاه. تقتلهم كلهم. دم كان رخيص. يعني هم طالعين من هنا لسوريا ما يعرفوش رايحين فين، بس على اساس ان هم منتمين لداعش. لا، هينتموا لداعش. لا، هم لقوا هناك 7-8 فرق، ما حدش عمل لهم دراسه. هم هناك كرهوا اساليب داعش فقال لك لا، القاعده اهون. 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 بالظبط كده. داعش بقى ما يعرفوش ان من اسلوبها ان ما فيش حاجه اسمها تروح للقاعده اهون. طبعا. فراحت قتلاهم. المصريين اللي هناك اتقتلوا، ويعني دم رخيص، ما حدش جاب سيرتهم طول السنه بقى اللي اعلن فيها مرسي الجهاد في سوريا. ده كان هيورطنا في حرب. يعني تعرفيش حضرتك دلوقتي الدفعات الاخرى لو كانت راحت كنا هنعمل في سوريا وهنواجه مين؟ طيب اقول حضرتك باقي الاسماء كده عشان عندي سؤال مهم. ايوه يا فندم. ابو العيلة عبد رب ده قتل فرج فوده وطلع في العفو الرئاسي وراح اتقتل هناك برضه بنفس الطريقه. افرج عن مرسي من تنفيذ حكم قتل الراحل الفرج فوضى. الراحل الفرج فوضى. ابو الخير ابراهيم وشورته ابو الخير المصري. علي خاطر ده كان رسام كاريكاتير، كان في جريده نونا بتاعت الفنانه حنان ترك. كان بيرسم لها كاريكاتير بدون رؤوس وبتاع، وكان في حزب النور. وصفره قاتل راح يجاهد، بس هو راح مش عارف يجاهد مين. ده لقى جثته كبير. يا ساتر. واخد بال حضرتك؟ طبعا انا ممكن اكمل، بس انا بقول لك مطراوي فاروق مثلا ده قيادي من عين شمس. محمد عباس ده كان متهم في قضيه تفجيرات البنوك. واخد بال حضرتك؟ إيه ده ايه قضيه تفجيرات البنوك دي؟ دي الجماعه الاسلاميه كانت عاملاها يعني في ايام مبارك. حطوا متفجرات عند البنوك بحيث الطابور وهو واقف ينفجر فيه. اتكل على الله. ليه؟ عشان البنوك حرام. عشان البنوك حرام. عشان البنوك حرام. ومفجرها وفجر. لا، وده شقيق ياسر عباس. ياسر عباس ده كان خد اعدام في قضيه برضو البنوك. هو بقى ما خدش اعدام، خرج عشان يتقتل هناك. طبعا ضباط الشرطه. انا ممكن اسال سؤال؟ أيوة. معلش، سؤال مهم يعني جدا. نكتفي بهذا القدر لا لا زي ما حضرتك عايز تكمل. زي ما يعني عايز. انا عايز اوري بس القراء للمشاهدين. يعني محمد مرسي لما افرج على ادى عفو رئاسي للناس دول وطلعوا من السجون. أيوه. وهم منهم القتله ومنهم الارهابيين ومنهم اللي كان محكوم عليهم باحكام. أيوه. عشان يعني عمليات ارهابيه قاموا بها وما الى ذلك. ادهم عفو رئاسي طلعوا.
استخدمهم في معسكر التدريب في مرسى مطروح بعد ما اعلن قرار الجهاد في سوريا. بعد لما طلع بمنتهى الحماس وقال سنجاهد الجهاد في سوريا الجهاد في سوريا. معسكر محمد حجازي في مرسى مطروح. انا عايز الناس تحفظ الاسماء دي. ما انا عشان كده عماله بكرر. طبعا. معسكر حجازي في مرسى مطروح. هو ما كانش يعرف يا فندم ان الناس دي وانس او في اللحظه اللي هيروحوا فيها سوريا هتحصل هناك الانشقاقات المعتاده ما بين داعش والقاعده والفئات والتنظيمات الارهابيه الاخرى، فالناس دي ممكن تتصفى وتموت يعني ببساطه كده ضحى بيهم. العلم السياسي عند الدكتور مرسي كان ضعيف جدا، وبعدين ما كانش هو اللي بيفكر، وهو القرار ده كان فاكر ان هو هيبقى مجرد قرار قنبله اعجاب، الناس قالت الله اكبر وتهيص وتفرح، انما القرار اتقلب بغم، والارواح بقى اللي ماتت دي ما ماتتش وهي بتجاهد بشار. يعني مهم جدا اقول لحضرتك هي ما قتلتش بشار، اذا كان هو مطلعهم علشان بناء على اوامر امريكيه لقتال بشار، لا ما قتلتش بشار، دي اتقتلت بينهم بين بعض داعش وقاعده. مش بس داعش وقاعده، انا هقول لحضرتك عده تنظيمات، خلي الناس برضو يعني تتعلم. يعني المساله مش شكتات كده، مش 30/6 دي كانت هصه شعب عشان نجيب واحد تاني، لا دي كانت لانقاذ وطن. يعني حضرتك في جبهة النصر متفقين دي من القاعدة، والشام في فك الارتباط، في جند الشام، في مجموعة أيمن الظواهر القاعدة، في فتح الإسلام اللي هم انشقوا عن جبهة النصر، في أحرار الشام، في هيئة تحرير الشام، في جبهة عماد الدين زنكي، في فتح الشام، في حراس الدين، ودول تبع الإخوان المسلمين الأخرانيين دول. أيوة جبهة عماد الدين زنكي ومعها فتح الشام وحراس الدين عاملين تحالف، ودول بيتعاونوا مع القاعدة مش مع داعش. ليه بيتعاونوا مع القاعدة؟ لان هم شايفين ان القاعدة اقرب ليهم، القاعدة ممكن تقتل وتكفر بس لا داعش تعذيب وكهرباء وبهدلة وغير كده. هما مين دمويين اكتر، داعش ولا القاعدة؟ الاثنين. لا في اساليب التصفية والقتل. لا هو داعش في الاستحلال اكبر طبعا، يعني داعش يخطفوا الستات ويتجوزوهم او يعني يبقوا سبايا. ليه؟ لان هو جوزها كافر وبلدها كفرويه. بس مين اللي بيحرق حي ويحرق واحد داعش. حي والذبح بس القاعده لا تمانع من اطلاق حكم الاستتار على المسلمين، يعني لو استتر العسكر بمدنيين مثلا العسكر عندهم يقتلوا ويقتل المدنيون ايضا. دي احكام فقهيه يعني ما انزل الله بها من سلطان. وهم بينزلوا كتب ضد بعض، يعني اقول لحضرتك ان في كتاب كان تسبب في قتل مؤلفه ضد داعش، بيفضح ان داعش بيستخدم الكهرباء في التعذيب واستخدام الخوازيق والحاجات دي. ايه اللي خلى حضرتك يا استاذ مختار